النمس القزم هو أصغر أجناس النمس الإفريقي. النمس الأصفر له معطف طويل برتقالي مصفر، ويوجد في طرفه علامة بيضاء، مخالبه ممتدة إلى الأمام، ويبلغ طول رأسه وجسمه حوالي 38 سنتيمتر. أما ذيله فيبلغ طوله نحو 20 سنتيمتر ويزن نحو 2 كيلوغرام تقريبا. ينشط نهارا ويحيا ضمن جماعات أو قطعان. يبلغ عدد أفرادها أحيانا 50 حيوانا، وتمتد منطقة نفوذه لمسافة ميلين. يخرج للصيد وحيدا أو ضمن أزواج، وتشكل الحيوانات والحشرات الفقارية الصغيرة طعامه الرئيسي. يقيم جحوره تحت الأرض حيث يحفرها في التربة الرخوة بشكل يمكن كل أعضاء المجموعة من الاتصال فيما بينهم، وعند شعوره بأي خطر يطلق صوتا لينذر المجموعة التي تسارع للاختباء في الجحور. تلد أنثى من 2 إلى 4 صغار.